أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لنا أن نقوم بعمل المظاهرات في بلاد الغرب لتأييد المسلمين، وأحيانا يكون معنا نصارى أو يهود، حيث النظام عندهم يسمح بذلك وربما تؤثر في تحقيق القضية؟ المسلمون يجب أن يتميزوا بآداب الإسلام، وليس من آداب الإسلام المظاهرات، وإنما فيه المطالبة بالحقوق بالطرق الشرعية، المطالبة بالحقوق بالطرق الشرعية. أما المظاهرات فليست من هدي الإسلام، وينبغي للمسلمين أن يتميزوا في الداخل والخارج بآداب الإسلام، ولا يوافق الكفار على عاداتهم وما يعملونه مما هو ليس من آداب الإسلام.